صباح الخير خوتي. المهم باش كنبدا النهار ديالي هو فطور تركي اللي هو عبارة عن اتاي والخبز فيه البيض والكفتة. هاد الخبيزة هادي كيصوبوها كيطيبوها وقيلا في الفران ولا ما عرفت. المهم تاي عندها اللوغو ديالها كتحس براسك بانك كتفطر فطور تركي وكتعيش الجو ديال تركيا تماما كما كتشوفوا معايا في هاد الصورة. صباح الخير عليكم. هنا غادي نبدا صباح جديد غنقلب على احسن شاورما كاينه في تركيا ولا احسن محل كيطيب الشاورما. مع هذا الصباح هذا الصوت ما تسمعش ليه هنا مزيان واضطريت باش نحطو لكم التريق الصوتي ولكن نكملو بالصوت الطبيعي. المهم كنظن طاحت علي واحد الفكره عندنا بزاف ديال الحوايج من السوبر مارشي ديالهم بانوا ليا زوينين يستاهلوا نبارطاجيهم بحال المشروبات بحال نذوق ونبارطاجيهم معكم. داكشي غريب ما عمرني شفتو وحتى نتوما غتشوفوا الراي ديالي والتذوق ديالي فيه. نخشيه في هذا الفيديو هذا اللي مازال غنتلقى فيه مع الدراري ما عرفت مع ما غنتلقى وما عرفت شنو غنشوف. المهم باقي القضيه طويله. دخلت عند هذا النقطه ديال الشاورما هي شاورما ماشي هي شاورما انا كنشوف دابا المنيو هي شاورما عنده هنا بزاف ديال لي سندويش ما تخصش بشاورما تمشي عندها صافي. المهم وان كوموند اللي جات طلع ليا ما جاتني كنصور وغنقطع عند الشاورما اللي جات ليا ونشوف البلان ديالها كيفاش داير. غنبارطاجي معكم غنصور عليكم نشوفها ونقول لكم كيفاش داير. انا دايز هنا وبانت ليا ونكيستي حتى هاد العجب هذا اللي خديتها هو ندير لكم فيديو وان كوموند اللي دايرها ونشوفكم نوريكم الراي ديالي كيدير. بالنسبه للشاورما اللي خديت هي هذه كما كتشوفوا معايا وهذا هو الخبز اللي خديت تسعه الايوانات وهذه الشاورما 8 ديال الايوانات 8 كنقول الايوان مولف فلوس الشينوا 8 الليرات هذا التسعود والاخر 8 الليرات. وهنا غنتيستيه معكم ونبارطاجي معكم كيفاش داير اللوغو ديال. والحاجه اللي غتجيك غريبه بان الشوارع ديال تركيا الاغلبيه ديال البلايص غتمشي ليهم غتلقى فيها الشاورما غير في انواع كاينه السوريه كاينه العربيه كاينه. المهم عندهم انواع ديال الشاورما وهذه الحاجه خاصها تجيك عادي لانك في تركيا معروفه بالشاورما. وكذلك الحاجه اللي عجبتني وغريبه وغادي نتيستيها معكم في هذا الفيديو اللي هي البوتيتو ولا هذه البطاطا اللي هي عملاقه كيخلطوها مع الفرماج وكيعمروها بالدباد ديزانغري اللي كاينين هنا بحال الجلبانه بحال بزاف د الحوايج اللي غتشوفوا في الفيديو مازال غنبارطاجيها معكم حتى هي غندير لها تيست فود. ومشيت كذلك لهاد البلاصه اللي معروفه بالشاورما وفيها بزاف ديال صحاب الشاورما اللي هو ميدان تقسيم فيها حوالي 5 ولا 7 ولا 8 كاملين تيستيت عندهم الشاورما. واحد هو اللي بانت لي عندهم سلكه عنده الشاورما شي 8 على 10 النقيط ديالو. غنبارطاجيه معكم وغنوريكم الشاورما اللي عجبتني انا في النهايه واللي تقريبا دات 10 على 10 كما شفتوا هنا بزاف ديال المحلات كيديروا الشاورما واحد حدا واحد مصفين تيستيتهم كاملين. راه شي تسعود ديال المحلات اللي تيستيت عندهم الشاورما غير ديال الدجاج حيت اللحم عنده ما عجبنيش الصراحه. اللحم اغلبيه اللحم عندهم تقريبا يعني عادي ما فيش شي حاجه سبيسيال كما غتشوفوا في الفيديوهات اللي جايين. اللحم اللي هي سبيسيال وعجبتني يعني حمقاتني اللي هي بغات تجي في السلسله ديال وجه الاخر لافريقيا ان شاء الله غير غتوجد غنحطها لكم. صراحه انا دابا في شارع تقسيم والصراحه انا راه دقت شي ثلاثه ديال الانواع ديال الشاورما ولا اربعه ديال اللحم هذه بلا ما ندوقها. اللحم عندهم هنا ما عجبنيش هي مقارنه مع اللحم اللي كاين في افريقيا لا علاقه باش تقارن اللحم هنا مع شي حاجه باقا لاصقه لك في دماغك وعمرها غتحيد بنا ولا بزاف بزاف يعني شي حاجه واعره يعني غنشوف غير ديال الدجاج ولا ديال بيبي الشاورما اللي كيدير ديال الدجاج يقولوا لهم تشيكن ديال الدجاج هي اللي غنركز عليها باش نشوف احسن وحده. وكنظن ان هذيك اللي كنت غير كنقلب على الاطعمه الشعبيه ديالهم وطلعت عليها هي احسن وحده. انا دابا راه تقسيم شارع المليون شبعان حتى العشيه عاد نتحرك نمشي نصور لكم هذيك. هذيك كاينه في حدا فندق زاد دا فندق زاد بالنسبه اللي بغا يشريها يمشي يجربها ولا الدراري اللي كاينين في تركيا يجربوها ويردوا عليا يقول لي واش فيها دميت ولا لا. وكذلك ما ننساش باش نقول لكم بان تركيا الا دخلتي لها في الاغلبيه ديال المحلات كتشوف شي انواع ديال الحلويات اللي غادي تخليك بطبيعه الحال بالعقل. الالوان والاشكال والديزاين كيعتمدوا عليه بزاف وكثرت الاضاءات لدرجه انك كتدخل شي محل كتحس راسك بحال في شي فران كثر ما تذوقوي. والالوان اللي في الاكلات ديالهم في اللحم وفي الخضر كيحاولوا يلونوا. كيشوا انا في تركيا وما نبارطاجيش معكم واحد اللعيبه اللي هنا وبزاف ديال الناس فاش كيجيو هنا كيجربوا اللي هي البطاطا ديالهم
تقريبا بالنسبه للثمن راه كدير شي 14 ولا 20 بحال ما قلت هي هذه 14 وقيله ما عامره شو 20 عامره هذه بطاطا كبيره كتكون كبيره تقريبا ميكس فول ميكس يس ميكس يلا ضمن ديت هذيك تيجي بعدا مخلطه وغادي نبارطاجي معاك كيفاش دايره المهم حيت كاين وحده مخلطه كاين وحده مخلطه شنو والله منك مخلطه ونجربها اول خطره نجربها نقول لكم كيفاش دايره اول خطره ناكلها ديت كنقلب على احسن شاورما من بقيت هذوك ديال السلامه بديتش ناكلها دابا العشيه غناكلها ونمشيت عند الشاورما صافي انا عندك عطب لوكيني هذي ونصدق ما نجربش الشاورما اللي قلت لكم زوينه تحط عليها غير قدر الله تحط عليها وصافي غنمشي نوصل البطاطا كما كتشوفوا انا نصورها لكم هاد البطاطا هادي كما كتشوفوا راه كتكون واقف حداها وكتعزل داك الشيء اللي بغيتي يدير لك فيها على حسب انت الحوايج اللي كتاكل ولا اللي ما كتاكلش مي انا خديتها ميكس على الله قلت لك صوبه ميكس غير هو دار ليا في هاد الهريسه هادي حضيو منها راه حيت انا ما كليتهاش كتكون حاره بالنسبه للناس اللي ما كتاكلش الحار ما عجبتنيش معانا وصافي ماشي ما كناكلش الحار من طبيعه الحال غادي نتوقع معكم اول ضغمه معكم اللي كنت كديره دابا بسم الله بسم الله سخونة بطاطا خير فرمال سخونة ديال البرد أنا فيكم هذا الحاضر حاضر مريم هذا الحاضر باش نضع فيها زيتون فيها اللصوص ديال الجبن زوين عندهم لكن هذا الحار الا خلطت معاه كنظن كيعطي واحد اللوغو زوين لكن كثير عليا فيها البارد ولا معرفتش هذا الشيء هذه البطاطا الروينة نايضة فيها والله إلا الروينة والله إلا أحسن حاجة من جيت جربتها البطاطا هذا نيشو نيشو حنا أما في الماكلة ديالهم ترى غادي كيعتمد على ديك الخيار فيها الفطر فطر التوابين وفيها الجلبانة كيعتمدوا هما بزاف على الخيار داك الملح الصغير نجاوب كيديروا في الشاورما كيديروا بزاف الحال هادي اخوتي الصراحة معتبرة عجبتني الصونة وفيها فرماج وفيهم عاد تخيلوا طول الروينة اللي فيها غير هاد الحر القصر قولوها ليه من الأول باش ما يديروش ليه هذه نكمل على شكل تاع الديله وزوينه وكيطيبوها حنا في الفرن كيطيب الفرن من الداخل ديالها كيطلع طري البطاطا هذوما كلها كبيره كلها كبيره بالحجم المهم خوتي هذا الفاص هذا الفاص راه ماشي بحال هذا الفاص هذا الفاص فيه الخضره فيه خيزو فيه الفلفله فيه الجلبانه لان هذا الفاص مختلف الماكله في هذا الفاص الماكله في هذا الفاص بوحده والماكله في هذا الفاص بوحده هنيك من الفاص واشنو فيه الصراحه واعره واعره غير اللي ما كياكلش الحار يحض باش ما يديروش ليه الحار مضينا عجيبه مو بزاف ماشي حتى شويه واو الصراحه تستاهل هذه 10 على 10 10 على 10 الصراحه صعيب نمشي نجيكم الشاورما عندي بالنسبة لي أحسن واحد كليت عنده شاورما أنا في تركيا دابا دخلت على خمسة ديال المحلات وكليت عندهم الشاورما غير اللي كليت عندهم قبل هادي راه سالات ها السبب السبب هي هادي بقى غير الكركاس السبب هي هادي هادي راه فيها تقريبا شي نص كيلو كثر فيها عليه كيلو هادي اللي ضربت فيها السلام عليكم وجبة واحدة بالنسبة للثمن راه كنحطهم لكم هادي اللي دايرها تقريبا شي 30 درهم 30 درهم يعني بالنسبة لذاك الشيء اللي فيها وذاك الشيء اللي حطيت فيها مزيان يعني ثمن مزيان والمدة ديالها والفرماج يعني كتجربة مزيانة ممكن 14 درهم ما أتوقع غير هي والفرماج يمكن شي حاجة أخرى 14 إيوانا بغيت نقول لكم 14 إيوانا هي تقريبا شي 20 درهم يمكن ولا شي 21 درهم المهم هذه اللي مخلطة زوينة عجبتني إذا دابا القضية ديال الشاورما شي حاجة إذا جاب الله بقى في مزيد حيت صافي طلبيت راه غنمشي نفيني هاد الفيديو هذا مبقاش حتى الغدا إن شاء الله ونفينيو
اول حاجه اخرى اللي جاتني غريبه هو الساندويتش اللي هو داير شي 3 ليرات يعني ارخص برجر شفتو هذا فيه الكفته ولا كيدير معك فرماج وهذه هي الطريقه باش كيصوبوا البطاطا كيدير لك فيها هذا الشيء كامل البطاطا اللي شفتو دابا اللي تيستيت معكم كيدير لك فيها هذه المسائل كامله كل حاجه بوحدها باش تقدر تذوقها ومع هذه البطاطا ومع هذه الماكله والاطعمه اللي كاينه هنا كتحس براسك جوا في تركيا فعلا انك في دوله اخرى فعلا انك في دوله ثقافه ديالها مختلطه في الاطعمه وفي الجو وفي الناس كتحس براسك انك يعني بدلتي من البلاد اللي انت عايش فيها او المدينه اللي موالف كتعيش فيها اجواء في شي شكل الناس كتصور امنخار يعني حوايج كتشوفهم اخرين يعني كتكون تجربه زوينه تدوزها بالاخص ما كاينش شي سفر يعني بلا طعام وحاجه اخرى اللي نوه عليها عجبتني في تركيا اللي هو كثره الامن اللي كيحضر في رمشه عين يعني توقع شي حاجه ولا شي صداع ولا شي غوات كيحضر الامن بل كيتدخل حتى العسكر ظرف يعني 5 دقائق كتحضر الطوموبيله ديال العسكر موجوده لانك تقدر يوقع اي مشكل ولا اي حاجه وهما مستعدين لهذه الامور هذه يعني طالقين اللعب لكل شيء ولكن من ناحيه الامن راه مقومين ومجهزين يعني موجودين لكل شيء اي حاجه تخيلها في راسك ممكن تلقاها هنا لا من منتوجات ولا من دنيا مخلطه كاين شي ازقة خاصين بالمثليين كاين يعني بزاف تاع الحوايج اللي شفتهم هنا يعني اكسبيرينس جديده مدينه مخلطه وصافي. هنا بالنسبه للشاورما اللي قلت لكم دقتها في ميدان تقسيم وعجبتني 8/10 هي هذه. هنا راه ما كانش عندي الصوت كان البرد وكانت الشتا على الجهد يعني كان البرد قوي ما تسمعش ليا الصوت واضطريت باش نكمل بتعليق صوتي من طبيعه الحال. هاد الشاورما هذه كيلوها لك في هاد واحد الرغيف ديال الخبز اللي عنده واحد اللوغو ديالو خاص وكما كتشوفوا هنا كيحاول يقطعها بالماكينه باش تكون رقيقه تكون طيبه يعني هذه تقريبا هي اللي جاتني احسن وحده غندوق في هاد الصف هذا يعني عند هادو راه باينين بالنسبه اللي بغى يجي تيستي عندهم راه باينين جاو هما الاخرانيين يعني منهم التمثال اللي كاين في ميدان تقسيم. هنا كيوجد ليا الشاورما ديالي كيدير فيها البطاطا كيديروا فيها داك الخيار المالح وكيديروا فيها مطيشه المهم هادو هما الحوايج اللي كيداروا فيها هم طبيعه الحال الدجاج كيلويها لك ويعطيها لك بهاد الطريقه هذه. داك الخبز المزيت يعني الشاورما التركيه واقيلا ولا مارت السوريه كتكون فيها بهذا الخبز المزيت ما كتعجبنيش لان ديك كثرت الزيت وكثرت لي صوص كتهلك في المعده. وثاني حاجه اخرى ماشي صحيه يعني هذه هي اللي نالت الاعجاب ديالي 8/10 كما قلت لكم خوتي ونشوفوا الشاورما اللي كنقلبوا عليها هي اللي هي غتكون احسن شاورما بالنسبه ليا. هذا هو النهار الثاني وهذا هو الفطور ديالي فطور مختلف على النهار الاول هذا تيستيت الفطور الاصلي ديالهم اللي غنبارطاجي معكم في الصور اشنا هو هذا واشنو كيعني هذا الفطور هذا كما غتشوفوا دابا في الصور. قاسم هي فطور عندهم خطير الله. هذا هو الفطور ديالهم ديال التوركه كاين هنا خبز معمر بالجبن وكاين هنا بحال تقريبا الحرشه ديالنا ولا بحال المسمنين اللي قلتي ولكن مختلف يعني لوغو اخر ومذاق اخر. كاين هنا خبز معمر بالكفته معمر بكفته مع الطراب العطريه كاين هنا خبز هاد اللي دايره مسمن بحال الخبز طيب بالحليب يعني عندهم بزاف ديال الانواع وديال الاشكال اللي كتحير تختار باش تفطر. قلت لي خلط ليا وندق ايوا سيادنا من بعد الفطور غادي نمشيو نقلبوا على الشاورما اشني هي احسن شاورما اللي كيصوبها شكون كيصوبها هنا في تركيا. مازال كنقلبوا من بعد ما تيستيت بزاف باش حتى شي واحد ما نظلمو ونختار احسن شاورما. تقريبا البلاصه اللي فيها مول الشاورما هذا هو داك الريستورون اللي صورت لكم ديال التجربه ديال الاكل هو هذا والشاورما بقى قدام سميتو سميت صالون واحد. المهم هذا طحت فيه على هذه الشاورما 10/10 من هذه اللذه من الشحمه ما تيديرش ليها الشحمه بزاف في الجهه هذيك وتتكون عامره ودايره 8 ليرات الاخرين كيبيعوها ب 10 حتى الثمن واللذه والجوده كتكون عامره يعني ثلاثه الحوايج هذا هو هذا حتى نرجع عند واحد صاحبي هنا نرجع نقطه من عنده هي هذه الشاورما هذه البلاصه غنرجعو نقطه من عنده ان شاء الله. هادشي راه بسيط ماشي شي حاجه زعما
الحوايج هذا مي غنرجع وغناخذها عنده ونقول لكم عاود ثاني هذه بلا ما نقول لكم فين قضيتها. وليت كنرجع على قبله كنشد الطوبيس ولا ترامواي على قبله نشوف واحد صاحبي هنا وديك الساعه نرجع نوريكم احسن شاورما كليتها في تركيا. يعني ضمن التقلاب ديالي على احسن شاورما هي هذه، من غيرها راه ما بانتش ليا حيت جربتهم عندهم كاملين. $10 photo $5 Give me money, this is sponsor free. Ketchup or mayonnaise? Okay. Reklamımızı yapıyorsun, telefonumuzu ver bana. Thank you brother. Ya benimkine de ketchup mayonnaise katabilir misin? He he. Katamam da paket vereyim. This is tamam. This is number one shawarma. Okay. Thank you so much. Yes, yes. I am come back taqsim here for this shawarma. Ya Allah sabır. Buyurun, izin misiniz? Evet. 5 liralık turşu. Sen ne istiyorsun lan? Bir de müşteriye diyorum. Bir take away. Her her. الشهرمة العجيبة فيت باطاجي كان معكم سطوريات ولكن ما كان حسن لأولا فيها يعني هذه فيها الطوبل هي الأخرى اللي كنلاحظو في التقسيم. ثاني حاجة أخرى جديدة يعني عامرة بزاف جديدة ورخيصة وخذيت هذا، هذا اللبن ديالو واعر 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 بحال ديرو بحال الجبن ولا ديرو بحال في لبن شي حاجة. المهم هذا خاص ماشي بحال اللبن اللي تشربو عادي، خاص وراه غالي راه ديال شي 9 ديال الليرات يعني قولو غالي ماركي كيبقى يضرب واحد الماكينة روبينيا مثلا. وهادي راه شاورما عطيتكم عليها 10 على 10 يعني اللي بغا يجي لهادي حدا فندق زادة راه وريتكم المحاكم فين فندق زادة منتقسين تقدر تركب فندق طوموبيل صغار وتجي هنا وتستيو هادي وكتبوها ليا في الكومونتيرات ولا طاقيني في انستغرام اللي جاني طاقيني في انستغرام غنطاقي عندي ويعطيني الراي ديالو بالاخص الناس الدراري اللي في تركيا اللي كيتفرجوا في تركيا. نابرا خوتي راني جاي على قبل هاد الشاورما الصراحه خوتي مهيدا واعر 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 بزاف يعني في المدار مع فيها شويه ديال الشوك وشويه ديال المايونيز الصراحه ماشي واعر بزاف. صراحة هذه الشاورما ولا في بالك الشاورما ولا بالك شي حاجة مليحة مليحة. المهم خوتي كانت هذه هي النهاية ديال الفيديو مع تيست فود وفاش لقينا أحسن شاورما بالنسبة لي في تركيا حسب التجربة ديالي الصغيرة والمتواضعة. ونتمنى تعجبكم وإلا بغيتو شي فكرة أخرى نبارطاجيها معكم في تركيا بالنسبة للتعليقات اللي فايتين راه قريتهم والأفكار اللي كتبوا لي الناس راه غنحطهم لكم في فيديوهات الماجين ان شاء الله. وحطوا لي الافكار اللي بغيتوا في فيديوهات الماجين في التعليقات في هذا الفيديو. 2020 هنا ترى اشكالا من الناس وانواع من الناس وثقافة مختلفة لان الكل هنا مجتمع من اجل الاحتفال. لقد نظرت من حولي ووجدت الزمن قد توقف لبضع دقائق. هذا شريع المليون، إنه شريع ميدان تقسيم. لقد أصبح مع الاحتفال الشارع 5 ملايين. لقد جرتني الظروف هنا إلى تركيا وعشت هذه اللحظة مع أناس مختلفون
وبالأخص التقيت بأصدقاء المغاربة، إنهم في كل مكان يمرحون ويلعبون. فعندما استقبلنا سنة 2020 انطلق الكل بالمرح وبالاحتفال، وشاهدت هذه اللقطات ووثقتها بنفسي.